وهلأ إلى سلك وأمني مباشرة إلى غرفة التحكم المروري، حيث بينضم لنا الدرك إلي صعب ليخبرنا عن الطرقات وأكيد الأرقام بالساعات الماضية. صباح الخير. يعطيك العافية. يسعد صباح. تفضل. بداية من الطرقات المقطوعة، نعم، أن طرابلس أنا بسمع صوت الإبريق كورنيش الضباط، وهل طرقات سلكي لحد الآن بطرابلس؟ بقاعة جميع طرقات سلكي، حلبة عندنا الحمراء العبدي وادي جاموس، الغردقة عندنا عرمان، أما جنوبا عم نشهد استراتيجية قطر سير باتجاهين، وخط البحر عم نشهد حركة سير كثيفة، أما مداخل العاصمة بيروت شمالا بقاعة عم تشهد حركة سير ناشطة، أما العاصمة بيروت جميع طرقات سلكي. حوادث السير ال 24 ساعة الماضية عندنا أربع حوادث خمس جرحى، رادار 601، المتابعة على التويتر والفيسبوك اتصال صار على الخط الساخن 17 20، وهذا كل شيء لحد هلا. شكرا لك الدركة إلي صعب من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة على مدار الساعة.